يعني نبنيه مع بعض سيد الوزير. لأنه شوف قديش مازال لنا من مدرسة يلزمنا ندخل فيها وش يلزمنا تقييمكم للفلوس الناقصة بعد المجهود اللي اشكرته وانت بتاع مجتمع مدني ومؤسسات بنكية وغيرها اللي ساهمت في العملية. مازال لنا على الأقل معناتها اللي تستحق على الأقل 400 مدرسة 400 مدرسة دخلوا فيها بميزانية تعادل تقريبا شي لزمنا إمكانيات كبيرة. هذاك علاش مشينا حبينا نلوجوا حتى حاجات من عند توانسة في الخارج عملناك التجربة مع اليونيسيف اللي هي تجربة حاليا ناجحة. طلبنا من مواطنينا بالخارج من توانسة اللي بالخارج باش يساهموا في صيانة مدارسهم ومع اليونيسيف وثم إقبال لباس به حاليا وإن شاء الله يزيد يكبر أكثر لأنه من سبتمبر لليوم عندنا 36 مليار مساهمات المجتمع المدني في تونس للمدرسة العمومية. برافو. وهذايا نعتز به ونفتخر به برشا وهذايا هو اللي مكننا اليوم باش حسننا الوضع. وصحيح ثم نقائص ونقائص كبيرة ربما وكبيرة جدا لكن هذه حصيلة متاع تراكمات حصلت صارت على مدى عشرات السنوات. الاتفاقية مشكلة المياه تذكر كل عام ومع الناس ماء. أولا أن مشكلة الماء راهي مطروحة في جهات كاملة من تونس وشفنا انقطاعات على الماء والمدرسة ماهيش خارج على المحيط متاح. لكن اليوم اللي نجم نأكد عليه أنه عم ناول تقريبا ما صار لنا حتى إشكال. علاش؟ لأنه تزودنا بسهاريج. احنا المشكلة في تونس حاتم عندي 1452 مدرسة ما توصلهاش السوناد. إذا ما توصلهاش السوناد يلزمني نوصل لها الماء بنا طريقة ديباشاو خزانات متاع مياه نهزوا بالسهريج نصبوا في خزانات متاع مياه مع تعهدها ولا نحطوا سهريج معناتها أليمونتير بنوعية خارقة جيدة. خذينا 173 أطباء العالم أعطاونا 173 سهريج عمناول حطيناهم في عديد المدارس. بقات لي 200 مدرسة فيها إشكالات. 200 مدرسة لقينا حل أنه مع الكوبيراسيون إيطاليان مع التعاون الإيطالي أعطاونا 60 جرار ومعاه سهريج. أحسن فكرة قلنا مثلا معتمدية معينة يحطوا بها 10 مدارس عندهم إشكالات متاع ماء نحطوا عند البلدية الجرار هذا مع السهريج متاعه ونعملوا اتفاقية مع وزارة هذا الفصار مع وزارة الداخلية تتعهد من خلالها وزارة الداخلية أنها البلديات تمول تهز توصل الماء لهالمدارس هذه.